السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحب الساع، مرحبا بالأحبة والأعزاء. زين الحين اليوم نادر متحمس على اللعبة شوي، خلوا عنكم شوية تربك اليوم، خلونا فيها هاي اللعبة فرش شوي. هاي لعبة هاي لعبة تحصلون على قناتي أصلا، ما تحصلون مكان ثاني أصلا، أنا أخبركم صدق صدق يعني صدقا وأبدا يعني أنا إنسان طيب. هذا اكتشفت قاعدته، هذا المخزن لازم نسوي استيراد وتصدير عليه، يعني نقدر نحط روت ويروح اماكن، نقدر نزيد عليه بيوت. وين نبا نقعد نزيد بيوت، مثلا نحط فيه اكل، اللي قاعد يصدر لهم اكل يودي لهم يسوي لهم. ها بس مشكلتي انا بالذات، انا وايد شو مسوي وايد بيوت. اظني اتصور الحين فهمت ان اللعبه ما يبغى كميه البيوت اللي انا سويتها، زين، وان كميه البيوت اللي انا مسوينها زياده حقهم شويه، لان اظني المفروض اعتمد على التطوير اكثر، واللي انا قاعد اسويه وايد اصعب. فشو بسوي الحين؟ بخلي الوضع نفس ما هو، ما بزيد البيوت. الهدف الحين اني اطور اكثر من اني اقعد شو اسوي، هذا بطور الاربعه مع بعض وما بطور غيرهم. بشوف اشكال البيوت الجديده. هذا شو نقدر نسوي فيه؟ انا مسوي بحث الحين ان نقدر نسوي قوارب. وين صار؟ اظني هني كنت بسويه بس ما سويته صح، ولا هني؟ ايوه هذا قاعد اسوي له بحث الحين، بس يخلص بحثه ونقدر نسوي قوارب. القوارب بتحلنا مشكله اتنقل. انا هاي بس مغيظيني شوي، تعرفون شو ابى استفيد منهم 100%، فابى امسح هايل. اوكي براويكم، وبحط مكانهم داد بس وحدة على الزاوية اكثر. عفوا اوكي 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 سوري. شوفوا 1 2 3 استوى. اوكي بنحطي مو بهذا، بنحطي لهم هذا. هاي شارع زيادة، اظن التفرعات نطلع. الحين بديت افهم لي انا هذا شو نسوي له. فالحين بنبني هالثلاثة الإيداد، بيكون بيزيد عندنا انتاج الاكل بعد. الاكل اصلا عندنا ناقص، فلازم اصلا في كل الاحوال اني امتد. وشو اسوي؟ لحظة خلني اخمم البقعة هاي كامل اول. وين صار هذا؟ ابى اشيل هاي الاولوية، تعال شيل هاي فاضي المكان. وين الوركشوب؟ ما جهزنا، بتشوف شكله الجديد. شوفوا الحين شوي الزحمة قامت تخف، وهذا قاعد شغال ابجريد عليهم ترى. وين صار هذا؟ شغال ابجريد، يعدل الشوارع يعدل الشوارع يعدل الشوارع. وايد حلو وايد حلو وايد حلو. شوف هذا موجود، بس يغطي لهم الشوارع. فنان فنان قاعد يسوي لهم شوارع، يبوا له حصى يسوي لهم كل شيء. بقى عندنا مجموعة ابجريدز الحين نبغاهم، نبغى نسويهم اللي هو بنسوي ماين ثاني. بسوي واحد ثاني، لا ما بحطي نفسه، بنحطي ماين ثاني هني، سيرفيس ماين ثاني. بسوي هذا ليفل، خليه هني الزاوية قريب المنجم، حطي له الشارع لين هني. الشارع هذا رخيص واسهل اني اتفاهم وياه يعني. وبحطي هذا، لان هذا انزين. اوكي الحين رومن شله اللي هو تحت الارض، مناجم تحت الارض يا حبيبي. اوكي لحظة خلنا عيال نهدم هذا. زين نحطين له منجم، فنان والله حليو، غير شكله شوفوا، وخطار بعد وخطار. هاي بلنا حديد عجيب. زين كونستراكشن هذا مش كومبليت بعده. اوكي ريسيرش هذا بعده. زين تعالوا تعالوا تعالوا، كم باقي لك؟
بس هل استوى؟ طلعت لك خشبة؟ وانا مستانس؟ اوكي لا لا بعدين ما خلص، ظلمت والله. بعدين مش هذا اصلا، هذا هذا وهذا صح. اي جاي بالعيد انا. زين اشوف اذا هايل هل الموارد ربعنا اللي هم هذا اسوي لهم ابجريد. خلينا نبدا ابجريد حق هايل، لان هايل مهمين حق الابجريد، هايل اللي احنا نباهم. زين خلينا نتوسع هني شويه. هذا وايد بيطول لين يبدا، بعدين بعدل الشارع مو مشكله. ابى احطه هني. لحظه وين صار؟ رقم 6 صح؟ اوكي بنستكشف هالمكان. وظني اصلا من يستوي عنا نحن مال السفينه شوي بنقعد بنوفر زحمه شوارع، اساس انه اظن بيتنقلوا عن طريق البحر بيودون اغراضهم اذا ما كنت غلطان. فبيكون وايد زين وايد زين وايد وايد زين، بيريحونا وايد. انا هاي الحين قاموا يشتغلون تقريبا، بيعدلوا لنا وايد من الانتاج. الحين نحن شوي شوي بنبدا نسوي انتاج يعني ترى. اوكي هني بحطي واحد. بخبركم سالفه الابل سايدر بعد شوي، ما كنت اعرف المره الماضيه. وين صار وين صار اوركيد؟ اوكي بعده ما يستوي، يستوي هذا هو يستوي. زين هذا بنحطي له شارع هني، وبنزيده فيلدز. حاول احط 10 فيلدز هني الحين، عاده ما بيكون مهمه سهله، ابى شيء قريب ما يكون بعيد وايد عنه. زين اذا اعطيه اوتو فيل وين بعيد؟ لا زين زين، بس هذا يبغى له تغيير. من يخلص شير بغير مكان هذا، بحطه وسط هايل. زين وين صديقنا الابل سايدر؟ حطيناه نحن صح؟ هذا يسوي خل، هاي شغلته يسوي برودكشن من منو؟ من التفاح اللي قاعدين ننتجه. طبعا كل ما زاد منتجات الاكل كل ما كان افضل. هذا شو اخباره؟ ها بعدها ناقصنا بلانكس، خلنا نسوي واحد مال بلانكس ثاني، ولا نسوي ابجريد حق هذا؟ خلنا نبدا ابجريد ولا؟ لا بعده ما يستوي ابجريد. خلاص عيل هذا بنحط لنا انتاج، بنسوي لنا خشب. وين صار؟ هذا مصانع صح؟ سومل بنسوي حقه هني، وبنسوي لنا بلاك سميث يسوي لنا حديد. عند ما عندنا حديد، هذا حديد صح؟ ايه هذا حديد، المفروض يطلع لنا هذا حديد. زين بنحطي لنا مال الحديد هني، بس ابى مكان ارم وصل للشارع. الحصن اللي هني تقريبا خلص. فرن بعد يبالنا حق الحديد، هني ما بيركب. ابى اماكن قريبه كلهم. ترى انا بوهق عمري، ما اخبركم بتورط انا ورطه ورطه ورطه، يعني ورطه مش طبيعيه ابدا. انا اعرف هالشيء وحاس فيه، جاي الموضوع من زمان اني متوهق انا. زين خلي هذا يشل هاي وهني بنحطي الفرنس، الفرن حق الحديد. هني هو هذا يزرع وهذا يشل، فالامور طيبه يعني مش قضيه. انزين هذا بيجيب بلانكس الحين من يخلصون بنا هذا، هذا بيسرع الشوارع، هذا بيسوي. انزين وهذا تقريبا بيخلص ريسيرش الحين. انزين ولازم نتريع عليهم شوي. اوكي استنى اوكي هذا اللي استكشفناه الحين، احتلينا المنطقه هاي. هالمنطقه نبغى حصه، بس نبغى نسوي سفينة أول أساس يروحون يردون راحتهم. معقولة هذا بس كل الماي؟ كل هالوهقة وكل هالموارد وكهالدنيا بس حق الماي هذا؟ وعندنا شيء ثاني؟ زين إذا بجرب بسوي هني تاور. زين أبى أشوف المنطقة شو فيها، وأبى
اعطينا تور هني نكشف الماي. اوكي مو مشكلة عادي، بينشل هذا الشير كله بينشل، حتى هذا المفروض اعدله الصراحة. زين خلينا نعدل هذا، هذا اوكي نسوي شارع سيدة. حاب يكشف لنا ماي بيسوي لنا، كلهم يبغى لهم بلانكس. هذا بيكتكد والله، انه بيكتكد مسكين يا سكت على كل المنطقة. انت الحين خلت تولي، ما عندنا حديد ما عندنا شيء. زين هذا قاعد ينتجون ولا ما قاعد ينتجون الحين؟ بعدهم خلينا نسوي شيء اول. اوكي انت شو انتاجك؟ هذاك سوى بقريت؟ لا بعده، يبى بلانكس يبى ستون. ما عندنا لا بلانكس ولا ستون، ستون تقريبا بيخلص الحين بعد، لازم يصير ستون ثاني. زين كنت بحط هنا منجم هني صح؟ ايه هذا شو يجيب؟ حصة، لازم نسوي له ابجريد. الحين هلا ابجريدات كلها مش صحية ترى، مش اوكي، هاي مش اوكي حقنا نحن، مش اوكي ترى، لان وايد ابجريدز بشكل لا تتخيلون. على الاقل فضينا الشوارع شوية، يبنى موارد سبير هني وزع على البيوت، على الاقل استوى هالشي هذا. يعني مثلا هذا ما منه فايدة الحين، انا بنيته لكن ما في سفن صح؟ هذا الهاربر، هذا المينا الاساسي، لازم يكون في نقاط يروحون يردون. انا اتمنى يشتغل بالطريقة اللي اتصورها، اللي هم يستعملون هذا كوسيلة نقل ويشلون سامان من مكان لمكان. لا اتمنى انهم يسوونه بطريقة اخرى يعني. انزين خلينا نحط لنا منجم ثاني. شافت ماين؟ لا درس ماين. خلينا نحط لهم شارع، شارع بسيط ما عليهم مشكلة. هذا حق ماين بس، حق منجم ما اعرف هل بيأثر علي هالشارع هذا ولا ما بيأثر. الحين بيرمون يشلون سامون يودونه ويجيبونه، اذا ما يقدرون لازم اهدم الشوارع واسوي شوارع من اول وجديد. هاي المشكلة الوحيدة، بس اذا ما بيستوي مصيبة المصايب. انزين وعندنا نبغى نسوي، لازم هذا الحين لازم نسوي نشل الحصى اللي هني، نقدر نشله نشله. زين خلينا نحط لنا تور ثاني هني. هذا شارع رسمي لازم. اخس زين والله مش لازم شارع رسمي، بس يمكن لان هناك كان اساسي بغيت في شارع رسمي شيء من هالقبيل يعني. زين نحن اهم شيء ان هذا يخلص الحين، خلنا نعطيه اولويه هذا، ونعطيه اولويه حق منو بعد؟ حق هذا اساسا بيجيب لنا حصه بعد. اوكي خلنا نعطي الاولويه حق هالثنين. شوفوا كيف مليون ابجريد قاعد اسوي، هذا مش اوكي ترى الابجريد اللي قاعد اسويها وايد مش اوكي. ما في حصه هني، انت لازم نقول لك مع السلامه، ما منك فايده خلاص. ما في حصه، ما منك فايده. زين وهذا بعد نسوي له اولويه برايورتايز. اوكي الخشب ما عندنا في مشكله عامه الحين، الامتداد الفعلي على الحصه قاعد يسوي لنا مشاكل. وانا شو ابغى اسوي الحين؟ لان في بيوت هني مسويه زحمه، وعلى الاغلب انا ما بحتاجهم ويصرفون موارد، فخلني بهدمهم. انا هدمت شيء المفروض ما كنت اهدمه صح؟ ونسيت شو كان عندي هني، والله نسيت شو كنت حاط من كثر ما احطي، ما اعرف شو قاعد احطي. ها بنحطي هني سوالف فلاسفيرنس ربع، هني بنحطي ممكن نحطي هني بعد ابجريد كومبليت. اوكي نايس. شوف شكله احلى، فنان فنان. زين ما
مايننج اوكي ما نبي ليفل 3، ما نبي سبيد حاليا. هاي يزيد سرعة البناء، لا يزيد الكونستراكشن اللي حسويه. كونستراكشن سبيد، زراعة، سابلينج، ترانسبورتيشن. ما نبي الحين شارع اقوى، الحين نبي ميلتري شوي. نقص الدمج، ما اعرف انا شو بيجيني ومش حاسب حسابي. نقص الدمج اللي بيجينا. زين شل عنا الأولوية، خلاص الحين أولوية عند هذا وها. خلاص نبنى بس اوكي. وعندنا هني هذا شو اخباره، هذا خلنا نعطيه أولوية. الحين نشوف شو الأولويات اللي قاعدين نخلص عليها كل شيء. خلاص هذا اللي لازم نسويه. نرجع نحن في الماينس، بس من يبدأ من بيت واحد يستوي اظني نحن بتعوض احسن منه. انا بيستوي وايد اوكي، لان ليش بالطريقه هاي نحن ما عندنا مكان حق شيء حاليا. حاليا اوه عندنا نقص في البلانكس بعدها، عجيب. ما قاعد يحصل شيء بعد. اوكي خلينا نشوف شو استكشفنا. اوكي استكشفنا الماي هذا كله، ما في سمك غير هني. في درب ولا مسكر؟ ابي اعرف انا الحين. خلي يخلصون التور هذا ونشوف مسكر مش مسكر، شو سالفته، شو الموضوع. زين لمبر جاك هذا بس يخلص هذا، بسوي ابجريد على اساس يزيد عندنا الانتاج، لان الحين مستوي عندنا الضغط علينا سبت الموضوع هذا. احنا بحصل من هني بعدين اظني لازم نجيب موارد من بعيد. اظني القطار بعدين بينفعنا نحن يوم بنسوي هذا السوالف شوي شوي. بس بعد ترى عندنا موضوع الاكل والحصى شوي مش طبيعي. ابى بيت واحد بس يجهز اساس ان على الاقل شوف بعدين ودي لهم اكل ينتجونه. احنا نسوي لهم ابجريد، ما في حيلة والله. ما ها ما عنده بلانكس كفاية بعد. سومل ما يشتغل لأن هذا مسكر الحين صح؟ هي ما يشتغل. اوكي الحين هذا استوى بيكون عندنا فحم. انا ما اعرف الفحم حق شو بسوي فيه، بس اللي سويته لا تسألوني. انزين تريتوري جينت، خلنا نشوف اللي هي هاي. هاي هي نعرفها، والدي بوزك الى اخره. اوكي برايكم خلاص، اهم شيء تجيبون حصة تسوون ابجريد حق البيت هذا. خلنا نسرع شوي، خلي يبنون هذا ويبنون هذا. في عندي مشاكل بسيطة في بس الاكل اشوفه قام يكفي. اهم شيء لان اذا الاكل ما يكفي اصلا ما ينتجون بما فيه الكفاية. ترى ما بينتجون اصلا في كل الاحوال بما فيه الكفاية. نحن عندنا مشكلة بلانكس الحين. السومل فينيش كونستراكشن اوكي نايس. اندر جراوند ديبوزيت حديد. ها شو انليمتد ستون يا حبيبي، تعال نباه شوفوا. كلام كبير، ها كلام كبير. هني اظن بتبدا حرب الموارد، هني بتبدأ حرب الموارد. خلاص مو مشكلة، هناك واحد ثاني. خلنا نستكشف المكان. نباه الحصان، نباه فنان. اوكي شكله خلنا نفهم الموضوع. هايل ينتجون ليفل 2 بيوت محلان. حلوين حلوين والله البيوت، شوف محلاهم. يلا متى بتخلصون؟ خلصوا خلص. هذا ننزل سرعة اللعبة. انزين بيبنون الحين. انزين نبغى الحصى هذا، حصى 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 حصى. لحظة كان عندنا قطر، إذا أشل الموارد. بس مشكلة ما عندي محطة قطار. بوت يارد ترين يارد. أوكي الحين لازم أفتح البوت يارد. اوكي 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 الحين لازم افتح البوت يارد. يعني خليك من هذا، هذا قاعد يسوي ريسيرش. شو
ليفل 2 انرجي يبغى هذا. سبتشي ما كان يسوي ابجريد. ليفل 1 انرجي المفروض يكفينا اللي موجود، ما يكفينا بعد لان لما بنسوي اذا ما بيكفينا ليفل 1. تعال خلينا نحط بيت هنا، بنحط بيتين هنا بس ابل ليفل. اوكي خلاص، اوكي يغطي خلاص الحين بيغطي، بس اهم شيء انه يغطي. هالأربعة بعد بيغطون اللي عندنا، ما اعرف اذا نقص عقب نقدر نحط بيوت مرة ثانية، بس بحطه بالقياس لان اشوفه عجيب. طوروا تطور يا حبيبي، تطور زين. الحين يسوون له هذا انرجي مو مشكلة. نبي نسوي ريسيرش ثاني، بس هاي شو ناقصنا؟ بلانكس. هذا الدعلة اللي عندك ما ينتج، كعبول هذا ما يشتغل ليش؟ تعالوا سوى أولوية على هذا، نبغى نحن هني فول خشب. ورسري أظني بعد يبغى له أبجريد، إذا يستوي نسوي له. لا ما يبغى له والله، أحسن يخسر موارد ووقت. هذا شو سالفته؟ ناقصنا بلانكس بعد، يعني ناقصنا منتج هذا، ونحن نبغى الحين شوي نبدأ نزيد الإنتاج. بس الحين أظني مفروض أيوه لوكس زيادة عندنا تري سير بلس بيرتين، ما عندنا شير. يمكن مش موضوع شير، يعني هذين المفروض يكفون الصراحة. أنا أشوف هني ما بصير فوق أنا حق هذا، بس الصراحة خليه يولي. أنا بأسير ورا حق منو؟ أنت بنيت ليش ما كشفت لي المكان؟ ولا بعد ما ما خلص نسيت لازم الشبابية. زين الحين هني موضوع جامد بيحللنا أزمة خفيفة 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 الصراحة. زين بيحللنا أزمة كبيرة مش خفيفة. شافت ماي؟ أيوة هذا كلام كبير، هذا كلام كبير. تعرف شو كلام كبير؟ كلام جدا كبير. انت اخبارك؟ والله 0%. ها ما قاعد ينتج ولا شو؟ ها قاعد ينتج واحد في اليوم. ها وما اظن في حد غيرك يستهلك ليفل 2 اصلا، لان في زيادة اصلا ليفل 2. ما في زيادة، اوكي انا اسف ما في زيادة. حقك علي انا ما في معلوم، والله ما في معلوم، ما في زيادة. نسرع شوي. هاشو يبغى الحين بسوي كول 10 من 123، يعني ال هذا ينشل. زين في استوى مكان حق الفرن مالنا. شوف اوكي هذا استوى. نايس بيسوي لنا حديد دي برايورتايز. زين الحين وهذا شو اخباره؟ المفروض ما يبغى له وايد، بس مال بلانك عنده المفروض، لان بلانك عندي نقص انا شوي جامد 28. فابى اسوي مثل ما تقولون الحين اعوض الانتاج، لانه ما كان فيه اظن انتاج خشب يكفي اصلا. هذا شوفوا الحين ما عندي انتاج خشب. اللي ابى اسويه هاي بيتم يقطع من هاي. زين هذا الفورستري لكن لازم خليه يزرع اماكن ثانيه. هالمكان بستعمله. شوفوا ورا البيوت هاي اماكن انا ما راح استعملها. شوفوا هاي اماكن فاضيه بستغلها في التشجير اساس اني احصل اماكن اكثر يزرعها، والثاني يقص. يعني اختصار نزرع نحن اساسا نقص، نسوي تشجير في اماكن زياده وبنقصهم بزيادة، لأن الحين أتصور بيقص أسرع، فنحتاج نسوي أماكن أكثر فيها شير. خلاص شوفوا حتى عندي قام يسوي شوي 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 عندي. إنزين فورستري بنحتاج فورستري أكثر، بس لا أظني أوكي. لا بينقصنا بعد بينقصنا.
خلوني أفكر، إذا هذا الحين خلص هذا شو أخباره؟ هاي قصة أماكن معينة بس ولا كيف؟ زين دام ما تقسم أماكن معينة خمل بقعة كامل، وانت كتشجير بدي ازرع اي شيء هو يشله. هالبقعة لا ممكن ابني شيء، بس هني ازرع كامل هني وخلي لنا شارع مش كامل كامل يعني تزرع، واخلي مكان بعد اوكي مكان يمكن نسوي شيء هني، خله يزرع بزيادة عساس يلحق الشير يطلع يشوفه قبل الله هذا يبني. زين هذا خلص، الحين خلي اشوف هذا كيف بيقص. شوفوا كيف انتاج، انتاج فول ريج ريج الانتاج. بعد ناقصني وايد بلانكس، يعني هذا ينتج 3.2، هذا كم ينتج الحين 2.0. زين اذا اسوي واحد ثاني سو مل ثاني، ولا نسوي مشكلة الريسيرش ما خلص، يعني هاي سنتج كل اللي يقدر عليه راقد هذا. هاي بليفل 2 انرجي. اخس 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 عليك اخس. بليفل 2 انرجي ماينس 10، والبيت ينتج حبة. احنا نحتاج نبني بيوت نمر ثانية. لحظة، نحن محتاجين 10 صح؟ واحد لحظة اشتري ابني البيت دايركت. لا اثنين نبى 6 اخس. اثنين ثلاث اربع خمس ست اوكي. اشتري ابجريد على طول. لا لازم نتري المبنى ينبني الحين. هذا يبنونه سيدا لانه ما يبغى له وايد موارد، بس هذا يبغى له بلانكس، وهذا راقد ما قاعد ينتج. ليش؟ لانه ما في اصلا عندي انرجي ليفل 2 حق هاي اللي يكفي. انا فاهم الموضوع غلط. شوفوا كل ما الفلهم انرجي عندي يفضى بزياده، فالحين لازم اتريا هاي اللي يبنون البيوت هاي. خلنا نعطي أولوية هذا، هل بيوصلوا له المنتوج ولا المحصول؟ لأن أظني أنا غلط غلطة. الغلطة هي أنا ما يسوي لي داون جريد. زين لا زين خلنا نسوي لمبر جاك ليفل 1، هذا عمل فوري مؤقت بس. زين نعطيه أولوية هذا، خله يبني. أيوه الحين بيبدأ ينتج لأن أعطيته هو الأولوية، فما بيروح إلى مركز الأبحاث، بيجي لأنه هو يشتغل المفروض أظني أتوقع، لأن هذا إذا اشتغل وهذا إذا اشتغل. زين نعطيهم الأولوية في الطاقة اللي تنت يستوي لها إنتاج. زين هي نعطيهم أولوية في الطاقة أساس إنه ينتجون حقنا خشب. زين شوفوا، والخشب هذا لان بينتجونه هم معناه احنا راح ننتج بلانكس اكثر. بلانكس معناه كل شيء ثاني. خلينا نفكس في النظريه نسرع شوي، معناه اذا اشتغلوا هاي اللي بشكل صحيح. شوف هي قاموا يشتغلون شوفوا. اوكي الحين بنبدا نسوي ابجريد. خلينا نعطي اولويه اقل هذا الاكل. اظن في الاكل عندنا كيف وضعنا؟ والله تعبان اكلنا، ما في وضع تعبان جدا. هني ممكن استغل اسوي مزرعه. لحظه اكل نسوي، نبغى مزرعه بقر والله. نسوي لنا اوركيد هني. لحظه هذا كان ناقصنا اثنين صح؟ زين هذا كان ناقصنا اثنين. بنسوي هذا اوركيد. اوركيد ما يبغى وايد، بيسوون على طول. بسوي منطقة شير هني، بنسوي تشجير شوي وبنزرع. انزين
اساس نوفر اكل زياده، اللي هو هني ناقصنا 6 اكل ونحن ناقصنا 6 ابجريد. الحين السومل شغالين، هذا اهم شيء، السومل شغالين يعني شو بيشتغل وياي، البيوت راح تنبني والابجريدات راح تستوي، هذا اهم شيء الحين. هذا وقف عنا الاولويه بس خلاص. زين سيرفس ماين لازم احدد شو يسوي ولا جنت ريسورس كول. اوكي انا مخليه الحين فحم، ما في حصاح. تخلص تخلص هذا هدمناه لهني. كان في واحد هنا صح، وركشوب. زين كله بنسوي له بقريد الحين شوي 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 شوي، بس الموضوع شوي يبالي اكثر ما انا توقعت يعني. زين هاي اللي عندهم اولويه الحين المفروض يوصل لهم بلانكس، نحن مشكلتنا بس في البلانكس، انتاج البلانكس. البلانكس هذا الحين قاعد ينتج شوي 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 يبدا ينتج. الحين هذا شو يسوي لنا ريسيرش، وهذا شو يسوي لنا ريسيرش. ابعد كلهم ناقصهم بلانكس حق الريسيرش صدقون. عجيب عجيب. زين اوركتاش اخباره، المفروض ما يكون في مشاكل وايد. زين خلينا نحط شير من الحين. واحد اثنين وثلاثة، بحط شيء هنا؟ لا خلينا نحط شير على الدرب، نزين الشارع شوي هني. نبغى اثنين غير صح؟ هني اتمنى مكان زين. جيد جدا جيد جدا. اقدر احط بعد زيادة زراعة لان اصلا عندي اكل نقص. هذا كان بيوفر لي اكل اثنين صح؟ 2.2 زين، هاي يوفر لي 2.2 كلهم يبون بلانكس. المشكلة لحظة خلنا نسوي هاي المزرعة خرفان. زين مزرعة الخرفان ما يبغى لها بلانكس. لحظة يوم يبنونها ودايركت نحطي خرفان عندنا هني. حاول نسوي بشكل شوي مرتب. الزراعة تكون مرصوصة شوي أحلى. هالحبة هاي اللي الخروف اللي بينشبلي واحد زيادة هذا هني. زين الحين هذا مشكلة بس يخلصون هذا ممكن محتاجين وايد، لأنها بعد ينتج ترى قاعد ينتج 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 ينتج. خلاص ما بيخلص حصة هناك، يبغالنا نحصل نفسهم يعني نفس هذا. شو اندر جراوند انليمتد. اوكي اي شيء تحت الارض يتم يعطينا ريسورس للابد، يعني نفس هذا بيتم يعطينا ايرون للابد. اوكي واللي هو ممتاز جدا. الحين نحن عندنا بس من يبدا شوي التاج الانرجي ليفل 2 يزيد بنرتاح بنرتاح وايد بعد مش شوي وايد. بس خلي هاي البيوت تخلص. بس الحين قاعد يودوا لها بلانكس، شغال عندنا بلانك لان احنا عطينا اولويه كامل حق كل شيء حق المبرمل. الحلو فيهم عندهم اوتوميشن يعني كل شيء اوتوماتيك يقدرون يسوونه بروحهم بشكل حلو يعني، مش بشكل سيء جدا. شو كنا نبغى بعد؟ تذكروني الحين حصه اساسيين لين هني مويني يجي من اخر الدنيا. يا حبيبي يا حبيبي من اخر الدنيا. اوكي هذا خلص. زين الحين هذا الكونستراكشن كان عندنا ترانسبورتيشن انلوكس بروك رود. هذا شو كان؟ اوكي 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 هذا هو فتح لي البوتس. زين خلينا نسوي ميلتري ريبير سبيد. زين الحين المفروض يكون عندنا خوار مسويها. لحظه No boss currently at stop here. لحظة لأن هذا بيكون بركيار تاني بيبر ميل، لازم في شي يسوي لنا. أيوة بوت يارد. نبغى نبني بوت يارد. لحظة أول شي خلنا نهدم هذا. يس بنينا بوت يارد. ارصه قد ما اقدر. حلو
وابغى ابني الحين شو هاربر. هاربر شو شغلته؟ ينقل الناس من مكان. يلا عطني مكان. وين والديك؟ مكان لمكان. اوكي ان شاء الله يضبط نفس ما انا ابغى ان شاء الله. زين انت سوري شو تنشل. نبى شارع الحين. اي نبى شارع. خلنا نشيل هاي برد نزرعهم عليكم. بنشيل هاي اللحظة. هذا اللي شلينا منه ولا تشينج هني. زين نجيب شارع هني. هالشارع محسوب ولا مش محسوب؟ لا لازم مش محسوب. لازم نجيبه من نقطة. النقطة يا من هني ومن هناك. يعني نشل هذا ونشل هاي ونجيب الشارع جبارا من هني. زين ونقعد نبني هذا من اول وجديد. مش هذا في اوكيار ثاني انا سويته صح؟ هذا هو. واحد اثنين رجعنا رتبنا. زين هذا اذا استوى نفس ما انا ابغى بيوفر علينا تعب وايد. هذا خلنا نسوي درب اقرب. ليش درب بعيد؟ درب اقرب. وانت خلك هنا. هذا مفروض يوفر علينا معانا. يعني اذا بينقل حصن من مكان لمكان بيسوي لنا خير. او هذا شوي بعد السربلس سوري النقص اللي عندنا راح. ما عندنا فايض. انزين ايرون عندنا حديد زياده بس مو مشكله عادي خليه يزيد. ستون بلانكس عندنا نقص وايد. ف عندنا نقص انتاج في هذا بعد. يمكن سبة الانرجي ترى على فكرة الطاقة اللي نحتاجها عشان تمشي الامور يمكن هي من الشغلات اللي مسوت لنا مصيبة الحين. بس انا متأكد انه يبغى لنا السومل الثاني بس ما بسوي حاليا. ما بسوي لان لازم مجموعة بيوت نخليها نفس مبدأ سيتي سكاي لاين يوم تخلي ناس غير متعلمة حق الوظائف اللي تحت. هني احس نفس الشيء قاعد يستوي. لازم تكون في شغلات ليفل 1 نسوي لها بيوت. ما راح يكون مهمة سهلة وايد الصراحة يعني. أنا شبه متأكد من هالشيء. إنزين أنت شو ناقص منك الحين؟ أنت ناقص منك حصن آخر الدنيا. أنا هذا لو ينبنون هاي خلنا نشوف. وايد بلانكس يبالي. وايد بلانكس. خلنا نبني واحد وايد بلانكس. لحظة سومل زين. او هذا زين. هذا زين وايد زين مكانه. لونه بيخرب البحر شوي بس ما عليه مشكله. ال 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 السمك كيف؟ انليمتد ولا يخلص؟ اظني ما يخلص صدقون. يتم بينتج هذا على طول بنفس الطريقه. بس زين سويته ثلاثه. ها احسن شيء سويته. انزين انت خلينا نعطيك اولويه اوكي عشان نغطي امور النقص الحين. هذا كم ينتج لنا في اليوم؟ 2. بعد ما بيغطي لي النقص 100% ترى. بعد ما بيغطي. هاي شغالة بقريت شارع. كفو عليه الصراحة. في طريقة طالع وين ها كفرج ولا أي شوارع ولا هو أوتوماتيك بيسوي حق كل الشوارع تغطية؟ ما بسوي لها ابجريد اصلا الحين في كل الاحوال. ايش اخبارك؟ انت ليش راقد؟ انت راقد؟ نعم انا بمنك شيء على الفاضي. انا قاعد اخسر عليكم ورق اصلا. انا عارف هالشيء بس خليك معي. ما علي خليك مو مشكله. بس خلي هذا يخلص. هي باله خشب دايركت من لمبرجاك. بتشوف اذا الغابات بدات تخلص عندنا مشكله. الغابات ما كانت تخلص برايي ما عندنا مشكله. يبغالنا نبني شوي شير زيادة بس ما عليه. شو اخبارك انت؟ اقول شو اخبارك؟ اقول خلص انا ابني هذا. حصار حصار وين يجينا من اخر الدنيا الحصار؟ حتى هني اظني اختصار. يبغالنا انرجي ليفل 2. ايش في الدنيا يبغالنا انرجي ليفل 2 الحين اشوف.
وكله على بلانك هذا ترى، كله على بلانك، كله على الحصان، كله على الحصان. يعني احنا واقفين الحين كنا على سوري مش الحصان، الالواح الخشب. البلانك هي عبارة عن الواح خشب يعني، ومعظم انتاجنا احنا نوقف على الواح خشب. الحين هذا شوي يبغى له حصان، مو مشكلة بيقوله خلينا نوقفه بالبيتة. زين انت راح تنتج لنا ثنين زيادة، انت راح تسوي لنا شوي، تنقذ لنا الموقف يا صديقي، لان ثنين زيادة انا بيكون وايد اسرع ان نبني. انت كم بارك حق تبني اصلا؟ كم بلوك؟ 5 بس، 5 حبات وانا متوهق بالطريقة هاي. خلنا نشوف انرجي، يمكن هذا بينزل. خلنا نشوف، لان بعدهم قاعد ينتجون ليفل 1، فاذا ينتجون ليفل 1 ويتحولون ليفل 2 معناه راح بعده يكون عندنا نقص. بتشوف كم، هل 6 بيوت بيكون قياسي عدل ولا غلط؟ ترى شوفوا النقص شوي في اللعبة مو مشكلة، لان كل شيء تم شغال، يعني مش القضية الكبرى اللي انا وايد خايف منها، لان في شغلات تم شغالة يعني اصلا، يعني استوى نقص في شيء معين يوقف، واللي نبغى يشتغل نعطيه اولوية. بس النقص الفعلي احنا نحن في الاكل، وهذا الاكل بعد عنا نقص ترى، ما حلينا المشكلة. بس الحين اذا حلينا مشكلة النقص في هالطاقة، نقدر ندخل شغلات ثانية مستوى اعلى شوي، لان هذا الحين انا ما قاعد اعطيه شيء. ليش؟ بعده قاعد يسوي ريسيرش الخايسة. انزين ارمر، انزين انا ما قاعد اعطيه شيء على اساس ان نحن من يبني عندنا هذيل بيبدا عندنا شغل ثاني اللي هم ما اقدر اسوي اولويه حق كل شيء. انا ابغى كل شيء. لا لا خلنا نعطيك انت شويه اولويه. شغال انت؟ ها شغال. بس يعطونا ينتج 4 بعده. كفو كفو، في ابجريد حقه بعد يعني، بعدين بيشتي ينتج وايد. اوكي نايس، تصور اتس فيري نايس. اظن اللي انقذنا اصلا شويه تحصل لهني ترى، على فكره يعني هو فعلا هو اللي انقذنا فعليا. انزين عندنا 7 انا احط بيت زياده وندقهم هاي الستة، بيقولون ابجريد على طول ادري، راح تشيرون علي الحين. بس لازم، لا لازم لازم، على اساس ان نحن كل شيء يبدا يشتغل عنا عدل. شوف لنا كل شيء بيبدا يشتغل بزياده الحين. شير مصدر متجدد، الحصه حصلنا مكان ممتاز. انت مو مشكله، بتشوف شو بيسوي في الفحم عقب. بس الحين بنبدا ننتج حصه بشكل مستمر اكثر. انزين الحين اللي ابا اني اجهز حق الحلقه الجايه، ان نحن هني في اوكي لما تديلس حلو، هني نقدر نبني مزارع. بعد هني ما بنبني مزارع، ان هذا قاعد يزرع مسكين، يتعب عمره يحاول يزرع. صديقنا قاعد يشل. زين ان شاء الله يلحق علي عاده، بس انا اشوف الزرع ما قاعد يزرع سرعة اللي يشل فيها الصراحة، وهذا شيء مرعب شوية. زين انت شغال، انت شغال بس ممتاز، ليفل 1 انرجي. زين انت لمبرجاك شغال 2.5، ثاني 2.2 راقد، 2.2 سليبنج. تبني خلصنا. اوكي هذا سيرفس ماين، هذا خلينا نشله من حسبه. شوفوا ترى نحن قاعد نحول شغلات ليفل 2، فاصلا احتياجنا اطلاق ليفل 1 قاعد يقل، وايد شغلات قاعد تقل. زين انت بعد ستارت اب جريد، بنعطي اولويه حق 1 2 3. انتوا لكم من الاولويه في الموارد. اوكي اقدر اعطي اولويه حق بيت واحد بس. اوكي الحين بدا عندي مشكله الحصه، مشكله الحصه ايوه. بيجن كونستراكشن، شو يبغى مني؟ خيب 24 بلونك بسوي. اوكي تو احلى جرافكس هني، حبل مربوط خيط. نايس، نسوي له باركن كل شيء. ارمر هاز بين كومبليت. انزين اسوي ريسيرش بعد غصب. زين ليفل 2
مايننج كوارتز. الحين خلنا من كوارتز زين، الحين نبغى نسوي هذا اندر ريسيرش اوريدي مايننج ليفل 2 اجريكلتشر ويت فارمينج. ايوه نبغى نزرع قمح. اوكي محتاجين مصدر، بس اظن الويت بيكون هذا ما عليه، بسوي هذا اول مو مشكله، انا راضي بسوي هذا اول. تولز جنريتد كولوني فيرست تولز، اه نايس. تو عندنا معدات، زين منين تجي المعدات عندنا؟ نبغى نعرف الحين. مشكله في شغلات بركيار تانري بيبر ميل هالسوالف، وايد شغلات عندنا. في فليتشر، في ويبن سميث، في مال اسلحه يعني، في هالسوالف، في وايد امور، وايد امور. بس نحن بعد في عندنا نكس ثاني الاكل، ترى مسوينا نحن هولد باك، ولا مخلينا ماسكنا عن ان نحن البيوت تنتج بعد شو اسمه اكثر، ترى طاقه اكثر على فكره. الحين يمكن نحتاج ماي بعد قريب، بس اذا هالبيوت بدات تنتج ونحن الريسيرش عندنا شغال وكل شيء عندنا شغال. تولز 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 تولز، منو ينتج التولز؟ خشب ما نبغى، انرجي ما نبغى. اوكي هذا استوى ابجريد ليفل 2، بيشلنا شوي من نقص. انزين نحن الحين منو يسوي لنا تولز؟ هذا يسوي لنا شو؟ حديد. حلو، هذا يسوي لنا تولز. اوكي اوكي اوكي، هذا بس يباله حديد. هاي انتج تو بيردي، انا ما اظن في حد غيرك يستخدم الحديد اصلا، فالمفروض ما يكون عندك مشكلة يعني. هذا لو كان عند هذا كان احسن وايد. زين لمبر جاك سويناه مؤقت صح؟ يس، فخلنا نشله زين ونحطه هنا الشارع. زين دقيقة، انا حطيت شارع غلط. ها معناه ما يستوي. ها ابى اسوي اختصار بس ما قدرت، انا شليت اللمبر ساق عشان اسوي اختصار. استوى عندنا فرانك سكواي الحين يا حبيبي. زين الحين والله مشكلة الحصة. زين أنا بشوف هذه ينبني والله، بس احنا شغالين الحين، شغالين 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 شغالين، بدينا نشتغل بدينا نشتغل. ها شو يبا الكحول يظن اوف، ها سايدر الكحول يعني. اه سايدر نيت سايدر ماينس 1% عندنا نحن سايدر. شو يسوون فيه الحين؟ كحول، من ينتج كحول؟ من يشرب هالايام؟ هذا شيء متخلف هذا اصلا، ايش مسوي لنا عصير شيء؟ هالاجانب يعني نفسيا ما احب ابني هالسوالف، احس المفروض ما تنبني، بس اساسا بعض الالعاب تمشي تحس اوكي خلاص مشي ابني، في الواقع تحس المفروض ما نبني، ما اعرف ليش نفسيا هي ولا. زين خلنا نبني واحد هني، نبغى واحد قريب التفاح. لحظة لحظة، لأن احنا عندنا هذا هني صح؟ زين نسوي سايدر هني مكان منطقي، ياخذ هني ياخذ من ابل، هذا ينتج لنا ابل صح؟ اوكي اذا هذا ينتج لنا ابل نسوي وايد شغلات، بس خلنا نمد الشارع، بنحتاج مساحة اكبر من اللي احتليناه. زين خلنا نسوي لنا هني، نشوف شو بيطلع لنا في المنطقة موارد. زين هذا اذا مديته بتوهق، فلازم نمد من فوق. زين اما بالنسبة لهذا لحظة، لان هني امتداد، هني في شيء نبغى؟ ما اظن في شيء نبغى، يمكن بنسوي مزارع هني بس. المشكلة انا اظني ما خليت الدرب حق قطار، ترى كنا نذكر instructions
سبوت انتل كونستراكشن از كومبليت. انزين ها بعده قاعد يبني القارب ماله. يقول ما نقدر نعطي اوامر تبني قارب لين تبني القارب اللي قاعد تبني حاليا. انزين هذا معناه نحن في الاكل الحين امورنا هذا بزياده اصلا سويت واحد ما عليه خلي السجل ينقص الاكل. انزين نبى انرجي بعدنا. المشكله عندنا في البلانكس مع انه يقول نحن الحين كان متابعه انتاج اوكي امورنا طيبه بس خلينا نعطي له حق هذا. نبدا نبني البيوت حبه حبه. نحن عندنا الحين ايرون. ليش عندنا نقص في الايرون اصلا؟ نحن مو عندنا غيرك انت انتج تولز بس ما نبى تولز. نحن حق شنو نبى؟ حق ريسيرش بس. هذا مش قادر تسويه يعني 4 out of 15. اوكي اصل 5 اوكي هو اصلا واقف على الطاقه اكثر من انه واقف على شو اسمه اكثر من انه واقف على الحديد فما له داعي انتج حديد زياده. المفروض اني اهتم في شو زياده. نحن ستون مشكله دربه بعيد ليوصل هني بدل ما ياخذ هاللفلفه هاي كلها يحطها من هني لهني اسرع له صح. مشكله ما اقدر احط مينا هني يعني ودي احط مينا هني بس ما اقدر. بس الحين ما عندنا مشكله بلانك ترى خلاص اظني كلهم عندهم بلانكس. هي كلهم فول بلانكس خلاص اللي هي الواح كلهم عندهم الواح خشب فل ما يحتاجون. فالحين بيبدا انتاج السفينه. شوفوا الحين بيبدون شوي 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 يحطون في السفينه. انا بشوف السفينه تنبني بس السفينه تتم على نفس الشيء ما قاعده يعني انها شكلها يتغير ولا شيء انا لين انتجها. بس هل بيسوي لي هذا الفرق الخرافي؟ انا هذا اللي بعرفه. انا اي شيء اي وسيله نقل الحين بتسوي لي فرق اصلا. بس شو الفرق اللي راح يسوي لي هذا السؤال. ولازم افتح قطار. القطار هو اهم شيء. انزين عندنا نقص انرجي. نحن عارفين نحن عندنا نقص من متى بس نحاول نبني بيوت هنا بس نعوض عن النقص اللي موجود. اذا اقدر ادبر مكان حق محطة قطار كيف اقدر اوصل السكة اصلا اللي مبرع وانا هالزحمة هاي العجيبة مسوينها. حتى اكل للحين مو عندي ترى مثل عالم الناس حكم. زين هذا الريسيرش شو ناقص منه؟ ها ناقص انه حصة. فشكلها هالريسيرش بنخلص هالريسيرش بنهدمه بنحط الريسيرش سنتر ثاني جديد. هني احبه نحط ريسيرش سنتر ثاني وركشوب هني يعني ناخش مكان هني ما ببني شيء. لا كان غير مناسب هني لو يبني كان حلو. خلنا نخلي مكان حق الشارع نبني هذا هني. يباله حصى يباله بلانكس. بلانكس بتطول عليه الحين. بلانكس اوكي اكستكشفنا شو نحن. هذا استوى ظاهر اكثر. خشب استوى عندنا. زين خلني قيلنا تاور ثاني هني ان باقي المنطقة مسكرة. هاي مسكرة مسكرة البقعة بس الحين هاي المنطقة كاملة ابني فيها. كيف اقدر اتطور في مكان صغير نفس هذا؟ وايد صغير المكان على انه اطوره. معقولة ما عندنا ما نقدر نطلع من هني لمكان ثاني؟ ولا في مكان في طريقة أنا ما أدري عنها؟ يمكن في طريقة أنا ما أعرف عنها. هذا إذا أنت عند الستون مش محصل الستون شو أقول أنا؟ أشكل منو؟ أشكل منو قول لي؟ إنزين أنت الحين شو قاعد تسوي لنا؟ أخلص على أساس أكنسل ريسيرش لأن الستون لين يوصل لك هني يجي العيد. يسوون زحمة لها أول ما لها آخر. أنت خلاص خلصنا. هل نسوي أولوية على صديقك؟ خلنا نشوف شو وضع هذا. أحسن 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 الوضع قاعد يمشي بشكل أفضل وايد كل شوي. الحين قام ينقصنا حصة والحصة عندنا مكان إنتاج الحين هذا اللي تعتبرونه خلاص. هذا كم بينتج هذا يعني؟ زين
ياخذ من ورا المزرعة لفة، والله والله ياخذ لفة طويلة. شو هذا؟ اوكي، بنا 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 نايس. ريد ترانسبورت روت نايس. واحد لحظة. اوكي، ادق على الخطار، مش على الخطار، ادق على نعطيها أولوية. يطلع برتايز. ما نبغى هذا، ما نبغى هذا. شو هذا يسوي؟ بلاك ليست ريسورس. لا، نبغى كل شيء نقل الحين. كونفيرم. اوكي، يوم هذا يخلص اروح مغير. اوكي، الحين اذا جابوا له موارد شو بيسوي؟ ستورج تولف، بيبدا يشيل موارد منهم. بس هذا بس رايح راجع الفاضي. اوكي، قام يحمل سماد. شوف، قام يحمل سماد عجيب. لحظة، هذا معناه إذا هو قام يجيب لي حصة هني، معناه اللفة العودة كلها ما بياخذها، اللي ياخذها من هني بيجيبون حصة حق هذيل من قريب. عجيب، حق قاعد يسوون حديد، ما أعرف حق شو. إيه صح، لا حق معدات تولز، حق قاعد يسوي ريسيرش. صح، ريسيرش هنا من هني. بس هذا لو ينبني الحينه يبوا له كم حبه حصى يفكونه، كم يبوا له؟ 3 حبات. شوفوا قاعد يجي من بعيد. ايوه، واحد 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 يشيل واحد ينزل، واحد يشيل واحد ينزل، واحد يشيل واحد ينزل. هذا قاعد نستفيد منه، يا سيودي انرجي، يا سيودي اشياء. اي شيء نحتاجه الصوب الثاني. البيوت اللي هني تخلص بيزيد عندنا الانرجي بعد، مو بينقص. زين، خلينا نعطي اولويه بعد هذا. زين، ما اعرف اذا نعطي اكثر من شيء اولويه كيف يتصرفونهم، هذا موضوع ثاني. اوكي، الحين احنا عندنا نقص كل شيء تقريبا، كل شيء عندنا نقص، بس اهم شيء عندنا بلانكس. زين، اسوي قاربين، قارب هني قارب هني، ولا بس لا؟ شوف الحين هذا ما قاعد استعمله انا اصلا بشكل فعلي. ويت بيقول حصة، هذا عاد زاوية، احس بيوصل لحصة اسرع. لا عاد عادي، اموره طيبة، اموره طيبة، اموره طيبة. انزين، هذا انرجي ليفل 1 بينقص عنا يمكن. انزين، الحين هذا بس خليه ينبني. ناقصنا حبة حصة يا جماعة، حبة حصة مينا، شيء جميل عجبني والله، فنان احسه. شوف ايش الحصة، شوف قام يبوا له حصة هني. زين، اذا بدل هالحركة هاي تسوي شارع دايركت من مين لهني. زين، بيون الحين بيصفون، حولوا الحصة عن طريق القارب من هني. هالشارع اقرب، لا تاخذوا اللفة هاي، خلوا هاي فاضية. ليش؟ الشارع البديل اذا يا في حصة هني معناه هذا الشارع بيفضى اكثر حق الاكل، هذا اللي راح يستوي. هاي يبلى انرجي، شوفوا حتى الانرجي اسرع بيوصل له، فبيفضى الدرب هذا حق امور ثانيه نقدر نستعملهم افضل، بنفتك منهم شوي يعني باختصار. بدل ما يجينا حصه من اخر الدنيا لهني، لا شو بنسوي؟ بنحصل شكل ثاني. زين، خلنا نغير هذا. تشينج روت، اد هاربر، سلكت، كونفيرم. زين، هذا نشل عنا الاولويه. شوفوا الحين المفروض يمشي بشكل ثلاثي، اللي يحتاج ينقل ما بينهم. بس اتصور ما نقدر نسوي اكثر من 3 سفن في نفس الوقت، وين بيوقفون؟ حق المستقبل. ها سؤال ثاني صح؟ زين، انت شو اخبارك؟ انت بنيت؟ خلاص اعطى اولويه حق غيرك. زين، الحين الحصة لو يجينا البيوت مكانهم صعب صراحة، الصراحة البيوت أصلا مكانهم صعب. أنت شو أخبارك؟ أنت بعد يبارك شوية، أما محصل غير 10، 66%. أنت 85%، ناقص منك حصة. يعني إذا جينا حصة الحين هني، أشو يب؟ يا سي حاطين لهم سايدر هني،
شوفوا حلو، اذا حتى يختصر لي المسافه السايدر اي منتج يجي عن طريق الميناء معناه ما قاعد يمشي في الشارع، معناه الشارع استوى افضل، يمشون اسرع، معناه حتى الحصى اللي بيوصل بيوصل اسرع، بيكون وايد زين، وايد زين بيكون. هذا معناه لازم نبدا نسوي ابجريد حقه منو قبل. ها تشوفوا السايدر قاعد ينتج، فنان هو الانيميشن ماله، حتى المكان لازم نستغله شكله. خلاص ما اشوف عندي اماكن، انا ما اشوف عندي اماكن، شو السالفه؟ انا ما اشوف اماكن عندي، توقعت الخريطه بتكون اكبر وايد، خريطه صغيرونه وايد هذه ولا هذا اظني يمكن في شيء نقدر نكسره نتجاوز ونكبر الخريطه. مش معقول، اوكي القطار بيكون عندي حق، شو اذا ما في مسافات خبروني فائدة الخطر عيال يعني. هذا خلى النيب، هذا متأكد انه عدل زين، نيب هني برج ثاني اللي يكشف لنا المنطقة كامل. خلينا نشوف شو السالفة لحظة، لأن هني إذا ما نقدر نشوف شو السالفة راح نتوهق. أبى أعرف المستقبل، شكله مستقبل مظلم صدقوني. قام يبون حصة الحين، ايش لان الانتاج عندنا قام يتعدل، الانتاج عندنا وايد قام يتعدل، معناه الحصة بيجينا من المينا هذا. You have an idle workshop. اوكي انت تعال select research. الحين نحن نبى mining، mining speed لازم start research، نبى سرعة 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 سرعة. اوكي شفت مايز 10% بينتجون اكثر، يعني اذا ينتج لي هذا حبه زياده بيكون 4.4 10%، 0.4 بيكون 10% ماله. زين وين الاعداء اذا المكان مسكر؟ وين الدنيا؟ وين شو السالفه؟ حاطيني في وادي. انت بعد كم بتزرع ما تخلص؟ قبل شوي احباط ترى الخريطه جابت الاحباط لاني كنت متحمس، يمكن تحمست شوي بزياده شكلي. تعال داوم 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 على العمل، داوم على العمل. فكنا هاي الطريقه هاي، احنا اذا قدرنا نمتد فوق ولا تحت ولا مكان ما اعرف، ولا يمكن هذا اندر جراوند ديبوزيت كود. في كل الاحوال بنكمل الخريطه بنشوف شو نقدر نطور فيها نحن. انا ما يقدر يوصل كل مكان، شو قاعد يطور شواره بطيء راحته. شوفوا شوفوا الحسن وين قام يجي هني، يوفر علينا تعب شوي شوي، وايد تعب يوفر علينا. زين خلنا نبدل هالشارع بشارع ثاني، نحط إشارة عدل. لأن هالشارع بيشتغلون فيه ناس، بيزيد ناس بدل ما هو ياخذ الدرب هذا كله. هاي اللي بيعدل من الوضع، شوفوا ستون قاعدين الحين هون، هذا بيستوي لنا ابجريد، وهذا بيستوي له ابجريد، قاعدين له درب طويل بس ما عليه مشكلة. خله 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 خله، انت خلصت اللي بعدك. انا بصراحة زعلت من الخريطة، والله زعلت، والله خريطة تزعل بصراحة، خريطة تزعل من يعني وايد زعل. هذا السشل بعده ما تفول هو اصلا، هو ما قاعد يتفول بس قاعد يسوي شيء. بس اتصور هاي كلها نقدر، انا اظني والله شوي زعل صراحة صراحة صراحة. بلوك رود وين؟ هني يمكن. ها ايوه هذا بلوك رود، ما علي ما علي مشكلة. خلنا نسوي نحن رود لير،
اللي هو كان هذا هي يعني في ال... بنحط واحد شغلتها المنطقة هاي يطورها زين، هذا بيطور المنطقة هاي، يطور لها الشوارع معناه شو وضع الحصة؟ والله تعدل وايد الحصة ترى عنا من سوينا المينا تعدل الحصة شوي، لأن هذا الحين باقي لي حبة واحدة بس ويستوي أوكي، كل شيء شغال عندي، كل شيء بيكون شغال عندي، هذا أهم شيء كل شيء يكون شغال. إنزين أنت خلصت ريسيرش، إنزين أنت الحين تبالك تسوينا وين سبيد نبغى، بس هذا ما خلص. أجريكلتشر إنكريدن، أوكي هذا بيزيد سرعة نمو الأشجار، وهذا الحين شيء محتاجينه وايد الحين. إنزين الحين ميلتري في أرز في سوالف في ساينس اند اندستري انكريز ريسيرش سبيد باي 25. اوكي ممتاز، انت ما نخلص ليفل 1 اظن بكنسل واحد من الورك شوبس على الاغلب، لانه بكون ما نحتاجه خلاص، اذا ما نحتاجه حق شو اسوي صح؟ الحين اخلى هذا دام الحين استوى المواصلات اموره طيبه، ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1 كله مخلص، بس كونستراكشن سبيد اوريدي قاعد نسوي كونستراكشن سبيد ولا لا ما قاعد نسوي، اوكي خلينا نسوي سوري، هذا بيكون اخر ريسيرش انت تسويه قبل لا اهدمك ونفتك من الموارد اللي تصرفها من اخر الدنيا. وعندنا احنا عندنا التولز عندنا كل شيء، بس ويت الحديد فادنا والله فادنا، وانا مش متوقع انه يفيدنا الحين. هاي قاعد اسوي ابجريد، بعد قاعد اسوي ابجريد، خلينا نشيل الاولويه عندنا هذا. زين شو اخبار الانرجي؟ الحين الانرجي بيغطينا ككل شيء، ما عليه ليفل 1 خليه ينقص شوي مش هام مني وايد، لان نحن عندنا الاهميه ليفل 4، خليه يزيد عندنا حب ليفل 4، ولانه ما خلص ابجريد للحين. شوف ما سوينا له ابجريد نحن، شو قاعد اسوي؟ شو قاعد اقول انا؟ بس قاعد ينتج بسرعه هذا، يسوي ريسيرش بسرعه الحين. اوكي لان هذا يبغى خشب، يبغى خشب ما يبغى شو اسمه، فالخشب يحصله اسهل وايد وايد اسهل خشب. ها شوفي 100 لحم ياسر صح، بلام زعلانين من بعض، ما حد قاعد يودي ما حد قاعد يجيب، سير تعال هنا. هذا يبدا يسوي ابجريد حق الشوارع شوي 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 شوي، بيزحف حول المنطقه هاي اللي يسرع لنا الدنيا. هذا نبا لا خلاص، اوكي الحين نحن في وضع سليم، هذا يبي يخربطنا شوي بس ما عليه، بس الحصه 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 الويت فارم. اوكي اوكي لا وايد زين وايد زين، الحين نحن وايد اوكي وضعنا. هلا اسوي ما نبى هذا، سرعة القوارب الحين ما عليها زحمة اصلا، ميلتري جيش ما نبى، ما نبى بريك وورز، ترين ستيشن، بس وين بنحط ترين ستيشن؟ ما بنستفيد منه الحين، بيزيد سرعة نمو الاشجار، انلوكس فلور بيكري، لوكس بروري، اوكي، خل نفتح مخبز، هذا يكون الحلقة الجاية ان شاء الله. هاي كانت حلقتنا اليوم على الخريطة النكبة، بنشوفكم في حلقة ثانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.